هلو جايز، شلونكم؟ ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم راح يكون فلوج يومي. البارحة اختي وصلت من الجامعة، فحابين نسوي اشياء سوا، لكن نروح نسوي اظافيرنا اليوم لان بعد الاظافر الجميلة. طبعا هسه تريقت، وقبلها غسلت وجهي، وهسه قبل شوية حطيت موسترايزر. استخدمت هذا الموسترايزر من أورجنز. أنا من أحط الموسترايزر أحب إنه أنتظر على الموسترايزر تقريبا 10 دقائق قبل ما أحط أي شيء فوقه، يجي أحس إنه البشرة تمتص فشي نظيف، بس الموسترايزر ماكو أي شيء فوقه. صار لي فترة أستخدم هذا الدرانك ألفنت SPF مالتهم، بس أختي تقول لي جربي SPF مال أورجنز، فاليوم راح أجرب SPF مال أورجنز. اوكي شوفوا هذا الموسترايزر اللي انا استخدمته من أورجنز، وهسه هذا الاس بي اف اللي اختي تستخدمه، فهسه راح استخدمه انا واجربه وياكم. هو اللون اللي بيه should work on every skin، يعني once you put the product on your skin it changes to your skin color and I think I put so much. اوكي no this is good. ريحته كلش طيبة، بس أنا ما أحب اللي الريحة مالتهم تبقى، أريد الريحة تروح. إذا هذا الريحة مالته تبقى من هسه كلكم I don't like it، بس إذا الريحة مالته تروح معناها I like it. فوتت الروح تروح مالته الريحة لو تبقى تروح بسرعة. أوكي توتة تقول الريحة مالته ما تبقى. بس ما حاطة أي شيء على وجهي، حاطة بس الموسترايزر وال SPF. أوكي صراحة أجيب شوية كونسيلر، هذا الكونسيلر دائما أستخدمه طبعا، وطبعا احط شويه على الاثار اللي عندي، من هنا احط شويه، احط هنا سدو، احط شويه سيتنج باودر، احط شويه بلاشر. الله شفت حواجبي، لا احط شويه هايلايتر، لا استخدم هذا كايلي، شويه برونزر. خلصت البرونزر، حطيت كلش قليل هذا مكياج بدون فونديشن، يعني بسيط انا احب هيك مكياج، ما ادري احس يحلي بالواحد اكثر من المكياج القوي. من اريد احط مكياج لا I go all the way، من ما اريد احط مكياج خلاص I go with the minimum. هيك مره سويت كونتور شفتي بينت تربل السايز، والله هسه بس رحت مسحت الموسترايزر من الشفه مالتي حتى اسوي بلندنج، هيجي اسوي الكونتورينج. تشوفون كلش سهل، احطها بس على حوافي الشفه كانه دا ارسمها بالقلم، ما تبين اكبر هيج تبين مرفوعه اكثر، وتحطون شويه هنا هايلايت. اوكي احدد بيه الشفاتي. Again أني حاطة fillers، يعني ترى مو طبيعي وكبرت، لا بس انتو شفتوا الفرق من ما حاطة ولا مكياج قد يكون حجمها صغير، ومن أحط مكياج قد يكبر حجم الشفة. أنا أحس من أحط مكياج وأسوي contouring للشفة وأحط القلم يطلع شكلها بخواية أكبر. هسه بقى بس أحط الجلاس، دا أستخدم فنتي اللي هو فنتي جلو، وخلاص المكياج خلي اروح ابدل واتحضر وارجع لكم، لان عندي هاي الهدوم كلها لازم اقدرها، راح اشوفكم شويه من الهدوم. جايز قلت لكم دا اجرب هدوم البوهو، بوهو مينا، واو هاي كليتها الجمب سوت كلش حبيتها، شو رايكم؟ انا كلش حبيتها بصراحه، اقدر البسها ويا كعب تطلع كلش حلو. حبيت الصيف هاي القطعه كلش مريحه لان كلش خفيفه. هاي واحدة منهم، خلي اروح اجرب بعد، واذا صار عندي مجال اشوفكم بعد. بس كليتهم موجودين على الانستغرام مالتي، حطتهم على الستوري، ما ادري اللي يتابع الستوريز مالتي راح عليكم. طبعا I have to steam it، بس هذا هم اشتريته من بابا. هاي واحدة من الجاكيتات، طبعا هي لازم تكون طويلة، بس أنا حبيت هيجي أضبها. هيجي راح ألبس هاي، يمكن أغير الكليب لو لا، بس أنا عاجبني حسة حاليا. لبست هذا من بوهو، لبست هذا الشورت، وهاي الشماطة من جيفري كينغول، لأن ما أريد ألبس بوتين، راح أروح أسوي أظافر رجليهم.
جايز طبعا ما ادري ليش دائما ابوع على نفسي من اصور لازم ابوع على الكاميرا. هاي العاده الكل يعاني منها طبعا, اي يوتيوبر اي واحد يصور الكل يعاني منها انه يبعون على نفسهم وعلى الكاميرا. It's so weird والله. رحنا للمكان اللي يسوي اظافر, قالوا لنا ننتظر 40 دقيقه, فقررنا نروح نشتري قهوة ونقعد كافيه لحد ما يصيروا عند الأظافر مالتنا. I'm in love with the SPF اللي توتا طتني إياه, كلش حلو بدون فانديشن هذا المكياج, بس ال SPF وشفتوا شنو سويت. Damn, I love it. So وصلنا لهذا المكان اللي راح نشرب بيه كافي. Where do you put the beans? Top. I'm waiting for the water to rise. Oh, okay. Oh no, there's two. Can I go out? No? Yeah. But wall. طبعا عندي already صورة هنا أنا. Yes, I love this spot. طلعي. I want to try. It's so nice. I love them. It's cute. But that's annoying. That's not annoying. It's you get used to it. Yeah, but you get used to it. I never know. Yeah, you can. But where would you where do you want to put it? I think it would always be. My fingers are small, actually. Yeah, he has small fingers. Hey, بقوة. Can I have my rings back, please? Thank you. Thank you. Do you want me to put this first? I think so. I think that's the cream you put it on top of it. Okay. Ooh, still looked cute. You still... Oh, she still got that. I still got the flower. Really? Yeah. Now the flower is... Leaf. Oh, it's nice. Not that good. Good coffee mate. Are you happy, bro? There's some butter between the end. طبعا أنا كنت بطلة قهوة بس أرجع على القهوة. طبعا متنا من الحر سوا فاني قدام الفين. علي مكانك صحيح. طبعا هسه راح نروح للمكان اللي يسوي بأظافرنا للصالون طبعا. علي are you excited؟ راح تسوي؟ طبعا مساج. بس طيب مساج ها. مساج وتنظيف. يب. أنا بس أغير اللون وعدله لأن باعوا. إيه. هسه رجعنا للمكان مع الصالون وراء تقريبا 3 ساعات 44 دقيقة. وذا الرجال هسه قال لنا راح نسد يمكن أبكي لأن بعد ساعة يلا يسدون. أنا ما أعرف أي لون راح أختار بس أريد لون صيفي. أنا دبع عليه ذا الألوان. الوان الصيفية كلش عاجبني. بس أنا بعدني موت هانت. Should I do this? What the hell? No. No. Pink? This? That's nice. تسوي مساج الظهر متونس. Guys نزلت هسه بول على انستغرام خلي أشوف أي لون راح أسوي. طبعا هسه هذا كرسي دي يسوي لي مساج مو طبيعي. علي شنو شعورك هاي أول مرة علي يروح صالون ينظف أظافيره؟ شعور حلو. نشوف اللي حيصير بالنهاية. راح أسوي هذا اللون أنتوا اختارتوا لي على الإنستغرام. سويت اللون اللي انتو اختاريتو حبيته كلش يا جماله. الله جايز خلصت اظافيري انتو صارت حبيت اللون. شوف النبل اظافيرك شنو صارت. طبعا هسه اجينا انا وعلي واقفين باللاين دا شوفوا اللاين شطوله. اجينا دا ناخذ حلويات من مكان عربي اسمه سوزي. بس اشوفكم شنو الحلويات. والريحه تخبل.
جايز هسه وصلنا بيت اصدقائنا وراح نروح ناكل. حبيت هنا انهي الفيديو. اللي بعده ما مسوي سبسكرايب لا تنسوا نسوي سبسكرايب وثامز اب. واحبكم كل شويه. اتمنى تكونون حبيتوا هاي الفلوجز ولا تنسوا نسوي لي لايك 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 جوه اكو جرس هم دوسوا عليه حتى كل ما انزل فيديو يوصلكم نوتيفيكيشنز. باي.